تحياتي لكل عم بتابعونا عبر موقع الفن وحابين يعرفوا أخبارنا الفلكية بنهاية بالأسبوع الأخير من شهر ديسمبر 2019. وأكيد بتمنى لكم يا رب بتكون سنة 2020 سنة حلوة كتير على الجميع. ورح نبدأ بقراءتنا لمولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، لقد تبحث عن الحلول السهلة والبسيطة للخروج من أوضاع عاطفية تبدو معقدة أو لتخطي المشاكل القائمة ما بينك وبين الشريك. وأما مهنيا فالفلك عم يتحدث عن عودة مبطنة مع أحد الزملاء، أو حتى أنه عم نشوف أنه كأنه عم بيكون الأجواء المهنية تبدو عم بتكون أسهل سلسة أكثر. عم بشوفك أنك أنت كتير حريص على تأمين أوضاعك المهنية والأمان، تأمين وأمان وضع مهني، فأنت قادم ومترقب أنه في موقع عمل لإلك، مثل ما قلت لك بالسابق أنه قد تسمى بالاسم أو حتى كمان أنه يسموك لموقع مهني قريب جدا. فالأجواء الفلكية تبدو مرحبة ورائعة جدا لتولي منصب كتير مهم بانتظارك على الصعيد المهني، ولكن دير بالك من أنك يحطوك بعض الأشخاص اللي حواليك بدوامة مهنية تكون قاسية عليك، وأنت يبدو أنك متخوف يمكن من هالموقع أو هالعمل الجديد أو المرحلة الجديدة اللي تبدو كتير إيجابية لك على الصعيد المهني. مولود برج الثور، يبدو أنك أمام متابعة بتتعلق بحقوق مالية، كأنك رح تطالب بحقوق مالية لإلك أو حتى مكاسب سابقة، وكمان عم نشوف مكاسب مالية قادمة. مشاريع كتير براسك، ولكن أنا عم شوف كأنه الأجواء الفلكية عم تحكي أنه لربما تقدم على بيعة أو في شيء بتعلق بالبيع والشراء. وأما عاطفيا تشعر بالاطمئنان الداخلي، وممكن أنك تسعى أو تجتهد لتحقيق أهداف مالية، بالإضافة أنه لغموض عم بيسيطر على حياتك المهنية رغم أنه استعداداتك الجبارة للإنجاز والانتقال إلى موقع تاني. مولود برج الجوزاء، يلي يبدو منزعج من تصرفات الشريك وملاحقته بكل مكان وملاحقة تفاصيله وملاحقة تفاصيله وتصرفاته، ولربما كمان أنه نشهد مشادات كلامية ما بينك وبين الشريك. ومن المحتمل كمان أنه نشوفك منك مرتاح معه، كأنه الأمور هيك عم تتشنج أكثر. أما مهنيا فعم نشوف الوضع الفلكي يبدو إيجابي، لربما تحصل على الترقية اللي أنت كنت ناطرها أو الدخول بعمل جديد، فأنت قدام استراتيجية بتتعلق بمكانك المهني أو حتى بموقعك المهني. ولكن كمان عم نشوف أنه مولود برج الجوزاء ممكن يعاني من مشكلة بتتعلق بأحد أفراد عائلته. مولود برج السرطان، رح تتمكن من حل خلاف مرتبط بوضعك المهني رغم الحيرة يلي انت عم بتعيشها، وكمان نوعا ما فينا نسميها مؤامرة كانت عم بتلاحقك، ولكن رح تجتاز هيدي المرحلة الصعبة بكل نجاح. وأما عاطفيا يبدو أنك معتز برفقة الشريك، برفقة شريكك بمحيطك الاجتماعي، وغير مهتم أو غير مكترس للاهتزاز العاطفي اللي أنت عم بتعيشه، كأنه مناسبة بتجمعك أنت وشريكك وحتمشي معتز فيه أو حتى مفتخر فيه، وكمان ما رح يبين عليك أنه أنت العلاقة ما بينك وبينه فيها نوع من الخلل، أو لربما كمان يلي على فراق عاطفي ممكن يلتقي بشريكه العاطفي وتكون في مبادرة ما بينه وبينه. مولود برج الأسد، يلي عم يشعر بالإرهاق والتعب ولربما يتوقف عن العمل لفترة صغيرة أو هو يطلب إجازة مهنية، فمثل ما قلنا لك بالسابق أنت أمام مرحلة تعتبر إيجابية وأنت كنت خططت لها ومدعومة من زملاء عمل بحبوك. وأما عاطفيا رح تجتهد في حل الخصام أو الخلاف بينك وبين الشريك، ولربما الصدف تلعب دور كتير مهم بتقريب المسافات بيناتكم، بالإضافة لعناية صحية أو متابعة طبية بتتعلق بأحد أفراد عائلتك، ولربما طفل صغير يكون عنده بعض المشاكل الصحية. مولود برج العذراء، اللي عم نشوفه غير مبالي ومكترس لكل المشاكل اللي صادفته مهنيا وعائليا، ولكن كمان عم نشوف أنه الفلك عم بتحدث عن حماس واستعداد قوي للدخول بتفاصيل
تتعلق بوضعه المهني. هالتفاصيل هيدي رح توصلك لنجاح وتوصلك لاستقرار مهني وتوصلك كمان انك تعرف لوين رايح على الصعيد المهني، ولكن عليك انك البدء بالتحرك والتنفيذ. ولكن ممكن تعاني من بعض الأوجاع إن كان بالرأس أو المعدة، وكمان عاطفيا عم نشوف أنه ابتديت أنك تطلع من المشاكل العاطفية والأسباب، أسباب الخلافات، وعم نشوفك ابتديت أنك تنشط وكأنه هي ردة فعل أو حتى غير مبالي، لا كأنه حابب أنه شريكك يشوفك أنك مبسوط. هيدي هي من الآخر. مولود برج الميزان الفلك عم يتحدث عن تحولات إيجابية بحياتك العاطفية رغم التشنج أو الفراغ يلي أنت عم بتعيشه، فالمرحلة القادمة تبدو إيجابية. وأما مهنيا رح تنجح بمواجهة وضعك المهني الدقيق، ولن يصعب عليك الخروج من هالمرحلة الدقيقة نحو قرار مهني بانتظارك، وهذا القرار يعتبر أنه في تمتين أو حتى تثبيت أقدامك أو استقرارك لمرحلة بعيدة شوي، يعني كأنه في استقرار لمدى طويل. مولود برج العقرب يلي عم نشوفه حازم بمصيره العاطفي، والفلك عم يدعوك والفلك يدعوك للتمهل عزيزي العقرب بقراراتك السريعة تجاه الشريك، فالوضع ما زال محرج ما بينك وبينه. وأما مهنيا من قالك لا تغامر بموقعك المهني ووظيفتك قبل البدء بأي مشروع جديد، بالإضافة لمتابعة صحية بانتظارك. مولود القوس يلي كمان ممكن يتبع طريقة جديدة أو أسلوب آخر بالتعامل مع وضعه المهني، ولربما تباشر عمل أو تترأس عمل آخر. وأما عاطفيا أنت أمام منعطف عاطفي يبدو قليلا ما أنه مهتز، ولكن لربما أنه بسبب إهمال الشريك، أنت إهمال شريكك أو غيابك عن شريكك، فعم نشوف أنه الوضع العاطفي بيهتز ما بينك وبينه وبترجع بتسيطر على الوضع. ولكن كأنه حنشوف كمان أنه تدخلات عائلية، ولربما كمان مولود برج القوس يكون أمام نفقات مالية، منافقات مالية شوي هيك كبيرة وغرامة مالية، فدير بالك من أي خطأ بتعلق بأنه يوديك الغرامات مالية. هي مسألة قانونية تضطر فيها أو إنجاز أوراق قانونية تضطر فيها لدفع بمكان حكومي أو بمكان إجراءات قانونية. مولود الجدي يبدو أنه رغباتك تجاه الشريك تبدو واضحة عليك، وتبدو كمان بين رغباتك واضحة وشديدة تجاه الشريك، وممكن تعيش حنين جارف لإله، كأنه ما عبالك تفرط بشريكك العاطفي، ولكن الظروف عم تمنعكم أنه أنتوا تعيش الحنية معه، أو حتى مبين أنه في مسافة ما بينك وبين الشريك. وأما مهنيا يبدو أنك أكثر تفاؤل لكل شيء صار حولك، لما لكل ما حدث ويحدث من حواليك، ورغم أنه الأوضاع تبدو دقيقة وعم تحمل معها نوع من القيود أو الجمود أو التغييرات إن كان بالوجوه أو الأماكن، وكمان لربما تلتقي بأصدقاء قدامى هن كانوا بينتموا لمحيط سابق. فأجواء فلكية عم تتحدث عن نوع من التقارب إن كان مع زملاء عمل سابقين صار بينك وبينهم تشنج، أو حتى مع شريكك العاطفي، رغم أنه مثل ما قلنا أنه رغباتك قوية تجاهه وعم بتعيش حنين خفي تجاه هيدا الشريك، كأنه ما بدك تتنازل. هو عنصر عدم التنازل هو اللي ممكن أنه يخليك ناطر الشريك أنه هو اللي يبادر. مولود برج الدلو عم نشوف صمة أخبار قد تبلبل أو تكركب أوضاعك المهنية، ولربما تكون هذه الأخبار مقصودة من جهة معينة، وبكل الأحوال رح تتبدل الأوضاع لمصلحتك. وأما عاطفيا فعم تشعر بالخيبة، ولربما يتبدل مصيرك العاطفي مع الشريك نحو الأفضل. لكن بلبلات مهنية ممكن تعيشها وتبقى محتار بالحلول، في قدامك حلول، ولكن الحلول هيدي كأنها ما عم بتوصلك للنتائج يلي هي حلول كاملة. ما زالت الحلول يلي بين إيديك هي حلول مجتزأة أو حلول جزئية، وبعد ما اكتملت الصورة بالنسبة لأمورك المهنية للحلول اللي أنت قادم عليها، وما عليك إلا بالصبر والانتظار. وأما الحياة العاطفية فعم نشوف كأنه الأمور بين إيديك أكثر ما هي أنه بين إيدين الشريك. آخر الأبراج معنا هو مولود برج الحوت يلي عم يشعر بالانقباض وعم يشعر
يعني بالانقباض حينا وبالتفاؤل احيانا، يعني انه شوف هالصراع يلي عم بتعيشه والتناقض يلي عم بتعيشه بحالتك او بعلاقتك مع الشريك، ولربما بسبب التجارب، هي لربما تكون بسبب التجارب القاسية اللي انت مريت فيها، فأزمة ثقة ممكن يشهدها وضعك العاطفي مع شريكك. وأما مهنيا قد تعيد النظر ببعض التفاصيل، ولربما توقف محتج على كل ما يدور حولك على الصعيد المهني، ولكن بكل الأحوال الفلك عم يتحدث عن دعم معين من أحد الزملاء أو الأشخاص المحيطين فيك، ولربما أنت تلجأ إلى دق الأبواب من قبل أبواب جهة نافذة معينة لتحريك وضعك المهني نحو الأفضل. ولكل مواليد برج الحوت يلي ما نقلوا لعتبة بيت جديدة، فكأنكم أنتم بانتظار هيدي الخطوة أو هيدي المرحلة. هذه كانت قراءتنا للأبراج 12، تضلكم بألف خير، ولكل على بالهم يتواصلوا معي ليعرفوا حظوظهم الفلكية 2020 شو حاملة معهم، أخبار إيجابية سلبية، ولكن أنتم قادرين تكون سنتكم، قادرين تخلوا سنتكم إيجابية وحلوة، وأنتم قادرين أنكم تخططوا لقرار واستقرار عاطفي من غير أي خضات، وبالإضافة كمان لمصير مهني إيجابي، وكمان أنكم تختاروا صح وتبعدوا عنكم شبح الفراغ المهني. أكيد كل هيدي الحلول فيكم تاخدوها من عنا وتتواصلوا معنا على أرقام المكتب على 0961-71-77-85-86، والرقم الثاني اللي هو 0961-71-77-85-87. تضلكم بألف خير وينعاد عليكم، ويا رب السنة المقبلة تكون سنة كل شيء فيها، كل شيء بتتمنوا تحققوه، ولكن ادعوا بالأشياء الإيجابية أكثر. باي باي.